بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. سلام ونعمة ومحبة رب المجد يسوع معاكم أيها الأحباء المباركين. النهاردة بيوافق يوم 17 طوبة، وهو نياحة القديس دوماديوس أخو القديس ماكسيموس، اللي كان النياحة بتاعته يوم 14، يعني قبليه بثلاثة أيام. وقلنا إن هما الاثنين في خلال ثلاثة أيام كانوا تنيحوا، ومسكوا موجود الرفات بتاعتهم في دير القديس قديس العذراء مريم بالبراموس. وتسمح إرادة الله في يوم من الأيام إن يكون عندنا الرفات بتاعتهم موجودة معنا في الكنيسة. رسالتنا طوال هذا الأسبوع بنعمة المسيح يا أحبائي وحتى نهاية الشهر هو تكملة ما كنا بدأناه وما عشناه طوال هذا الشهر من أفراح. بدأناها بأفراح التجسد، أفراح الميلاد، وبعد كده أفراح الختان، عيد الختان وعيد الغطاس وعيد عرس قانا الجليل. كنا تكلمنا من بعد الميلاد عن بركات التجسد، وتوقفنا الأسبوع الماضي نسبة لأنه كان في مناسبتين أو عيدين سيدين، عيد الغطاس وأخذنا رسائل عنه، وعيد عرس قانا الجليل وأخذنا رسائل عنه. اسمحوا لي أن أنا أرجع وأكمل ما بدأناه عن بركات التجسد حتى يكون هذا الشهر هو كله رسائل عن الميلاد وعن التجسد، وأيضا رسائل عن الغطاس والختان وعيد عرس قانا الجليل. وذكر أن إحنا بدأ، عشان كده إحنا حاطين صورة الميلاد عشان نتذكر طوال هذا الشهر اللي احنا بنتكلم عنه عن أفراح الميلاد والتجسد. قلنا في بركات التجسد أخذنا أول بركة، وكانت هي عبارة عن بركة التجديد بالتجسد. تجددت صورة الله مرة أخرى في الإنسان. والبركة الثانية تكلمنا عنها هي بركة المصالحة بالتجسد. حصل مصالحة أو تصلحت علاقات الإنسان، أول علاقة للإنسان مع الله، علاقة الإنسان مع نفسه، علاقة الإنسان مع أخوه، علاقة الإنسان مع الآخرين. وبالتالي كل هذه العلاقات كانت فسدت بسبب الخطية. البركة الثالثة وهي رسالتنا اليوم يا أحبائي من بركات التجسد، وهي بركة الحياة. بالتجسد رفع القصاص عن الإنسان. القصاص يعني الأجر، وأجرة الخطية كانت الموت، وتمثل هذا القصاص في الطرد. أي حكم على آدم وحواء زي ما ربنا قال لهم: يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت يا آدم. انطرد آدم، والطرد في حد ذاته يقول عنه الآباء يا أحبائي هو ده الموت. الموت مش الجسدي، ولكن في حد ذاته هو كان الموت الأبدي اللي هو الانفصال عن الله. يبقى إذن تمثل القصاص بتاع الله وتنفيذ هذا الحكم في الطرد من جنة عدن، وتمثل أيضا في التعب والأوجاع وحكم الموت، وده كله مذكور في سفر التكوين أصحاح 3 وعدد 16 و19 و24. ومعلمنا بولس الرسول في روميا 5:2 يقول لنا كده: لقد اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. أمر مخيف، أمر مخيف إنه هو الإنسان اللي اتخلق على صورة الله ومثاله على الصورة الإلهية يفنى هذا الإنسان، يفنى هذا المخلوق أمام الخالق وقدام عين الخالق. تتلاشى هذه الخليقة كلها اللي هي صنعت يدي الله بسبب انخداعه، بسبب إهماله لصوت الله. ونخلي بالنا للنقطة دي أحبائي، يوم ما بنهمل إن احنا نسمع صوت الله الإنجيل أو رسالة الله، يوم ما الشيطان بالناحية الثانية بيدينا إن احنا ننخدع أو ننجذب إليه.
خليقة اللي انخدعت من الشيطان، وبالتالي كيف لا يمد الله يده عشان ينقذها؟ هذا لا يتفق أبدا مع صلاح الله، لا يتفق مع محبة الله، ما لا يتفق مع مراحم الله وجوده أحبائي. إنما كان لابد أن يتم القصاص العدل الإلهي. وأيضا ما كانت الحكمة أن يخلق الإنسان عشان يفنى؟ وهل يعجز الله عن أن يخلص الإنسان؟ في آية كده في سفر الأمثال تقول كده الصانع العينين، آسف في أشعياء، الصانع العينين ألا يرى ألا يبصر، الصانع الأذنين ألا يسمع؟ هل ممكن؟ هل لا يستطيع الله؟ هل قصرت يدي عن أن تخلص؟ لكن يجي معلمنا بولس الرسول يقول لنا في كده في كورنثوس الأولى 15-22، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. وبالتالي كان لابد من التجسد يا أحبائي، تجسد وتأنس، بنقول في القداس الإلهي. ما كانش ممكن أن يخلص الجنس البشري بواسطة إنسان، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. ما كانش في مقدرة الإنسان أبدا إن هو يقدر يخلص نفسه، ما كانش في مقدرة الإنسان أبدا إن هو يرجع إلى الله مرة تانية، لكن ما كانش في مقدرة الإنسان إن هو يرى الله، لأنه هو الله نور، الله روح. عشان كده كان لابد أن يصهر الله ويتجسد في شكل إنسان مش في صورة إنسان. نخلي بالنا للتدقيق في الكلمات، صورة يعني مجرد حاجة خيالية، لكن تجسد في طبيعة الإنسان. عشان كده نقول كده تجسد وتأنس، يعني أخذ الناسوتية، أخذ طبيعة الإنسان يا أحبائي عشان يعرفنا بذاته. ونقول له كده في صلاة باكر، بنورك يا رب نعاين النور. في القداس الإلهي نقول له كده ما كانش ممكن إنك تخلص الإنسان لا بملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي ائتمنتهم على خلاصنا، بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست. الجبلة إذا فسدت، الخليقة إذا فسدت، لا يقدر أن يصلحها إلا جابلها، إلا خالقها. وبالتالي لا يستطيع أن يقيمنا من موت الخطية، من سقوطنا، إلا الله اللي أعطانا هذه الحياة، أو الله اللي خلقنا وبالتالي يعطينا هذا الحياة. وده كان الطريق الوحيد يا أحبائي لخلاص الإنسان، هو أنه ينزل الله من السماء، وما زال موجود في السماء وفي كل الكون، ويتحقق وعده بنجاة الإنسان. ويقول كده في تكوين 3:15 أن نسل المرأة يسحق رأس الحية. بالتالي يا أحبائي لنقدر نقول على أن التجسد، تجسد رب المجد يسوع وميلاده، مش مجرد كان ظهور، ولا مش مجرد كان مولادة، بقدر ما كان إن هو إخلاء، بقدر ما كان إن هو اتضاع، بقدر ما كان هو تنازل، بقدر ما هو كان بذل، وكل ذلك من أجل صنيع محبة الله ورحمته التي لا ندركها ولا يدركها الإنسان إلا اللي يتلامس مع محبة الله ومع مراحم الله. عشان كده أخذ جسد من جنسنا، من عذراء طاهرة عفيفة بتول بغير زرع بشر، عد هذه العذراء لتكون هيكل ليه، ولد بطريقة معجزية تفوق تصور الإنسان. عشان كده جاءت الملائكة وهللت وسبحت وقالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وبالتالي صار لنا من خلال التجسد حياة جديدة. إذن ليس بس تجديد الطبيعة البشرية ترجع على صورة الله، ولكن صار لينا مصالحة، وبالتالي رجعنا إليه مرة تانية وصار لينا حياة أبدية. وزي ما قلنا امبارح في عظة يوم الأحد يا أحبائي، من يؤمن بالابن
اللي تجسد اللي تأنس فله حياة أبدية. والسيد المسيح وعدنا وقال لنا كده: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لكم أفضل. يبقى إذن حياة مرة ثانية يرجعها لنا، وأفضل وهي الحياة الأبدية المعد لينا. دي ثالث بركة من بركات التجسد يمتعنا الله بها يا أحبائي، ونعيش بهذه الحياة الجديدة. هي نور الحياة، نعيش في جدة الحياة كأولاد الله، كما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل الرومية أصحاح 6 لما اندفنا معه في المعمودية لنقوم في جدة الحياة. افرح وافرحي بالحياة الجديدة، ولا نعود نعيش في موت الخطية، ولكن نتمتع بهذه الحياة من لحظة إيماننا، من لحظة قبولنا ليه يكون لنا هذه الحياة الأبدية. له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، آمين.